يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود ليلا طقس مائل الحرارة رطب على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من محافظات الجمهورية العظمى والصغرى. والبداية من القاهرة 36-26، الإسكندرية 32-24، مطروح 31-25، بورسعيد 33-27، والإسماعيلية 39-26، ومن الإسماعيلية للسويس 37-27، العريش 33-24، طابة 36-27، شرم الشيخ 40-30، والغردقة 41-30، وإلى الأقصر 43-30، وأسوان 44-31، الوادي الجديد 44-28، شلاتين 40-32، وحلايب 37-30. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.